أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يَعْمَلُونَ
يمهدون ليجزي الذين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين
Sadaqallah.